نانا خضرة، مساء الخير. مساء الخير نانا، انت موجودة معي الليلة حتى تخبريني عن رحلتك مع السحر والشعوذة وفك المربوط، ورحلتك مع البصارين والعرافين. دجالين ولا لا؟ اكيد دجالين والعرافين، وحتى اللي ببصروا بالورق وكله كذب. اكيد. وانت بمملكة ابليس، انت عم بتشارك ابليس بطريقه بإله تاني. طبعا، وبطريقه العالم ما عارفه انه هن عم بيتعاطوا قصص شعوذه وما انهم عارفين. مزبوط انه عملتي عقد مع ابليس بحياتك؟ ايه. انا عملت عقد من قله المعرفه طبعا، مش انه عملت عقد بلحظه ضعف بحياتي. هلا بالحلقه نحن عم نحكي بتوصل لك كيف انا عملت عقد، وكمان مش انه عن ذكاء او مثلا عن فهم او عن وعي، لا اكيد ما كان في وعي. اكيد لا. كان عمرك 14 سنه، تزوجتي رجل. نعم. بيكبرك 10 سنوات. نعم. كان كل شيء طبيعي الى ان دبت الغيره. هي من الاول كان في غيره، بس هي زادت القصص عنده يعني، وانا كنت عادي يعني، كل اثنين بصير في اختلاف راي. في غير، انا كنت عادي يعني، بالعكس كنت كثير مبسوطه. اولادي عندك ولدين؟ نعم، بنت وصبي. انت لبنانيه مسيحيه؟ نعم، خلفيه مسيحيه مارونيه. نعم. ولدين. اللي صار انه احد اقربائك دلك على شيخ، شو صار؟ انا كنت بعتبر حالي انه انا مسيحيه. بتعرف بالكنيسه شو بناخذ، بس ما عندنا هالتعمق بالديانه، هالعلاقه مع الانجيل. انا كنت بفتكر حالي انه كثير مؤمنه وانسانه، كل اللي بيقولوا يسوع الوصايا ماشيه فيهم وهيك، لحد انه حدا فات على البيت، وبدون ذكر اسماء طبعا، انه في عنا شوية خلافات بالبيت. انا كتير عادي، انا ابدا ما عندي اي مشكلة يعني، عايشة مرتاحة. فقال عنا سحر بقلب البيت. انا شو سحر بقلب البيت؟ انا عندي يسوع ورب، كيف يعني؟ مستحيل، لان ما كان هيدي هالعمق عندي بالايمان، انه يسوع بالانجيل قايل لنا انه بعده عن العرافين. وما كنت مأكدة، إنه لأنه ما كان في هاي العلاقة إنه في شعوذة. أنا وقت جابوا هيدي السيرة قدامي اتضحك واخدها هيك بمزهقة، وقال لهم مستحيل أنا صدق إنه شو قالوا لك؟ قالوا لك في سحر بالبيت؟ قالوا لي في حدا عملنا سحر. سحر ولا كتيبة؟ نفس الشيء. هي كلها أرواح شريرة بالنهاية، كلهم بصبوا بنفس المحل يعني، بمملكة إبليس. نعم. يعني أنا طبعا ما كنت أعرف هالقصص، بس بناء على شو يعني؟ كان في خلاف؟ لا، لأنه في خلاف. أنا ما كان عندي خلاف كبير. ما بينما تعرف شو كان يقول زوجك أو طليقك؟ لا، كان على طول في قصص، تنكفات، مشاكل، من لا شيء يصير مشكل. وانا بالنسبه لي كثير عادي، ما حس هالمشكله الكبيره ابدا. بكل بيت بتصير؟ بكل بيت. نعم. كل اثنين في اختلاف راي. اقنعك انه تروحي شو عند شيخ؟ اقنعوني روح عند شيخ، انا ما قبلت. نعم. شيخ مشان فك السحر وهيك، كنت اقول له لا مستحيل، لانه في رب. نعم. موجود. اللي صار انه خضعتي للامر الواقع بلحظه ضعف. سلمت حالي لابليس من بعد ما اللي حكاه الشيخ اللي خبى. شو قال لك؟ اول شيء عطاك مي كرمال تتحممي فيها، وحجابات كرمال احملهم تحمليهم وحطهم بالمخدات وهيك. اخبار شو هن الحجابات؟ بخبرك القصة مشان. قولي لي الحجابات شو؟ ما فتحتهم بس. بس هو شو الحجاب؟ حجاب كلمات. طلاسم؟ ايه. طلاسم، لأنه بعدين أنا صرت شوفه، لأنه بعدين عملت عقد مع إبليس. خبرتك أنا صرت جندي عنده. أنا هيك بعتبر. قبل ما نحكي عن كيف تجندتي لإبليس،
اخذتي المي قالوا لك لازم شو تعملي فيها؟ لازم اتحمم فيها واشرب منها. من المي؟ نعم. كيف يعطوك المي؟ كبايه قنينه؟ لا جابوا لي شيء هيك بمي جالون والمي زهر كانت ولازم اتحمم ولازم اشرب منها. والحجابات تلبسيها؟ لازم البسها وشي البسه وشي حطه تحت براسه المخده. انت اللي عملتي بينك وبين حالك، كبيتي المي بالمجله ورميتي الحجابات بالزباله. او بالبدايه كلام كان بعدني اول مره كنت هون كنت بعدني انا مع الرب، يعني بعدني مآمنة انه هيدا كله خرافات وكلها تجليط. ايه هيك ما كنت مآمنة انه في ارواح شريرة ابدا. رجعوا قالوا لك شربتي المي وتحممتي فيه شو صار؟ قامت لأيامة وصار الصريخ تري، لانه هيدا الشخص هو خايف علي عائلتي، خايف علي، هو عنده عنده اختبار مع هول القصص، بيعرف انه ابليس عنده روح شريره وعنده تسلط ارواح. انا ما كنت عارفه انه هو لوين ابعاده. شو صار غضب الشيخ منك؟ غضب الشيخ لانه رفضت اطلع لعنده اول مره. وقال لك شيء كثير خطير، قال لك رح يصير معك شو؟ قال لي لانه ما قبلت استعمل المي احمل الحجابات، عندي انا اخر 6 شهور بعيش ببيتي. لهلا الموضوع بيأثر فينا، مؤثر جدا. قال لك عندك هودي اخر 6 شهور بحياتك؟ اخر 6 شهور واخر 7 شهور وعشر ايام مع عائلتي مع اولادي. انا ما كنت عم صدق. خبرني اياهم بحذافيرهم. قال لك شيء؟ قال لك بعد 40 يوم؟ قال لي بعد 3 شهور بتزيد المشاكل انا وزوجي. على الشهر الثالث لشهر 4 بالتفاصيل عم بحكيك اياها، من شهر 3 لشهر 4 بصير يفل من البيت، وانا جوزي ما كان هيك ابدا، يعني هو كان عنده ملتزم بالبيت وعنده انا والاولاد قبل الدنيا كلها. بصير يظهر هو حرام، انا يعني انا ما بلومه ابدا لانه هي كلها القصص مش منه، يعني صارت بفل من البيت بتزيد المشاكل. يومين ثلاثة بدي أعرف وينه بلحقه وببرم عليه بلاقيه مثلا بيت الجبل، بزيد المشكل مشكل، يعني مش لأنه ورجع خبرك عن البيت شو رح يصير؟ إيه لا عم رح واصلك، كل اللي قاله الشيخ عم بيصيروا لشهر 4 بيحترق البيت. احترق بيتكم؟ احترق البيت. هو كان قال لك رح يحترق البيت بسرعة؟ إيه ما هو الشيخ قال هاي آخر 6 شهور لثلاث شهور بصير مشاكل، من شهر 3 لـ 4 بتزيد، شهر 4 على القد بيحترقوا وبعد من وقت اللي بلشت بيحترق البيت. بالفعل احترق البيت. كمان بعدني ما عم صدق. كيف احترق البيت؟ ابني عم بيلعب بالقداحة كيف وانا تعبت. خلص ابليس بيشتغل ممتاز. ايه عنده جنود بالشر كتير قوية. ما بتعد 60 يوم بالفعل، انا مع انه عم براقب الامور والقصص كيف عم بتصير ونشام ما مصدقه ابدا، يعني بعدني عم بقول انه الرب هو اقوى ومستحيل يصير شيء، لانه انا كنت مستبعد على الامور كليا. من شهر 4 بعد 60 يوم على القد، شهرين على القد بصيروا 60 يوم بيتفكفك البيت. كيف بيتفكفك البيت؟ اول شيء المسؤول عن البيت بفل، يلي هو جوزي بفل من البيت. بعدني ما صدقت. في غير امراه بحياته؟ لا لا حرام، لا كثير ادمه، هو ابليس بيشتغل ولو نعم. كان في ياخذوا هيديك الطريق. مهم على شهر 6 بفل من البيت، كمان نقعد نبرم عليه وما فينا نعطي خبر لاهله لانه ما بعرف شو عم بيصير، لانه مثل يعني عم بعرف انه شيء صرت هون عم بستحقها، عم بعرف شيء عم بيصير من ابليس، وبنفس الوقت ما بدي صدق، بدي كذب كل الامور لانه انا عندي هالايمان القوي انه هو ربي رح يخلصني. مستحيل. شو صار بعد 6 شهور؟ بعد 6 شهور بتعد 40 يوم، على 40 يوم بتخسر ولادها، وهون بتبلش. شو يعني بتخسر ولادها؟ يعني ما بقاش بشوفهم. اف صدقني. مين اخذ الحضانه؟ بعدين صار في مد وجزر. هو سرق الاولاد؟ بعد ايه اخذهم، هو اخذهم يعني ما فيك تقول لان بيهم سرقهم، اخذهم من سرقهم منك؟ ايه بطريقه اسمها سرقه هي بالعرب الدارج، اخذوا من المدرسه بدون لا علم ولا خبر، بس انا عم خبرك اياها بحذافيرها. اوكي خطفوا الاولاد من المدرسه ما رجعوا على البيت؟ هون استحقيتها.
هون زلزال صار بحياتي. ونانا هيدا الشيخ كان قد أخبرك كل هذه التفاصيل؟ كلها. ومش بس هيك، خبرني كمان. بس بدي أقول لك هون أنا وقت اللي صارت، أنا كنت بعدني أبداً مني عم بصدق اللي عم بصير. يعني فجأة صار زلزال بحياتك، تهدمت حياتك، أنت كنت عايش بنعيم، فجأة بتصير بجحيم. يعني خلص الدنيا كلها ما بقى تعني لك، خسرت عائلتك، خسرت أولادك. هون تقول لك لحظة الضعف اللي أنا هون ردخت للأمر، خضعت للأمر الواقع. هون أنا خلص الدنيا كلها صارت ما بقى تعني لي، يعني شيخ مش شيخ، وين بدي خلص عائلتي. رحت لعند قلتي إنه بدي أدخل هالباب من هلأ صار بدي الواسع. هون هيدي لحظة الضعف يلي هون تخليت عن إيماني، يلي ما لو أنا كنت هون متعمقة ما كنت بالعكس هول كلهم. خبريني شو صار. ركت لعند هيدا الإنسان، بعد في هون كمال بكمل لك اياها من الشيخ. ركعت عند هيدا الانسان بلا وعي، ركعت بس شو دموع نيشان. هو نفسه اللي عرفك على الشيخ؟ الشخص اي اللي هو، مع انه انا ما طلعت لعنده هيدا الشيخ. نعم. ان الاخبار عم تجي من هيدا هيك بده يصير. ركعت اللي بدكم اياه انا بامركم، بطلع لعنده قبلاني احمل، قبلاني اتحمم، قبلاني اشرب اللي بدكم اياه، بس ردوا لي عائلتي، ردوا لي اولادي. صرخ وبكي بكي ما في نشان. انا هون احترقت هون خدي من الدموع قد ما عم تنزل. قال لي ما بيستقبلك هيدا الشيخ، لانه عنده روح الفريسية التكبر. ما انا رفضته بالقبل، ما روح الفريسي. نعم. ايه لانه هو كل الروح الشر عندها التكبر، غير الروح اللي بيكون عنده. نعم. ايمان. خلينا ما نحللهم. ايه؟ انت روي لي القصه، لكن ايه؟ ما استقبلك لانه اخذ موقف منك، لانه رفضني، لانه انا رفضته قبل، ما بدي. قال ما بقى يطلع بايده شيء ابدا. هون انا بلشت طريقي مع الشيوخه، بلشت وين في واحد قوي، لان صدقتهم، لانه كل اللي قالوا لي اياهم. مين كان يدلك على هالشيوخ؟ لما تحت الهم هيك في كثير وقت اللي هو بيحط لك عالم بطريقك. سافرتي على الدول العربيه؟ هون نقطه شو؟ برجعك كمان بعد وقت اللي بتبلش طريق المشقات لإلي، بعد على الأربعين يوم هون بتبلش حياتي جحيم. عندي بالعمر بثلاثة وثلاثين سنة على القد. فأنا بقطع يا بموت يا بعيش. هو هيك قال لي كان بالفعل. بس يصير عمرك 33 سنة بتقطعي بقطوع أو بتموتي أو بتعيش؟ هو الأكترية أنه بموت. أوكي. بشكر الرب انه هي عناية إلهية من السماء، يعني لأنه أنا صارت معي هيدي القصة. ومثل انشليت نصفي، شلل نصفي، حتى فقدت عدد كبير من ذاكرتي. ضليت على شي 3 أشهر بتعالج، يعني حتى يعني كنت أمي بيي بالبيت ما كنت أعرفهم، بنتي تضل ماشي وراي بالأمنيشة. صح. كرمال كثير. بس بشكر الرب، يعني هو لأنه أنا شفت بنتي قدامي وقت اللي كنت عم بروح كوم عم بحارب أوعى. كيف أجت بنتك لعندك؟ ما تلفنوا لأم، أنا كنت بالشغل وغبيت وصرت عم بروح كوم. بأي عمر شفتي بنتك رجعتي؟ بعمر 14 سنة. قدي يعني قطعتك؟ لا هون كانت يعني مش فترة، يمكن بالألفين هي صارت هادي بشي 2000 وشي، يعني كانت عندي. فبتجيبها. ايه بس كم سنة ما شفتيها؟ قبل هو صار مشاكل كتير. هو أنا ابني اللي ما بشوفه. ايه بنتي اجت على 14 هي سنة. هي اجت لعندك؟ ايه بس بعد 14، يعني على 14 سنة. نعم. بس بعد عذاب. انت سافرتي على دول عربية بحكم شغلك، بتشتغلي بالتجميل. نعم. صح؟ وانتقلتي من شيخ لشيخ لشيخ لشيخ، رحتي على عمان، رحتي على دبي، رحتي على مصر، الأردن، سوريا. كنت تروحي بس كرمال تلجأ إلى إلهم؟ اشتغل أنا كان شغلي مع أمرا وشوخة اشتغل. مثلا يقولوا لي هيدا كتير قوي، دغري دبر سفرة روح اشتغل. فعلا قدي صرفت عليهم؟ أنا صرفت على شوخة والدجالين والعرافين والبصارين فوق $150,000، غير التيكت، غير المصاريف، غير. رحتي عند الشيخ؟ نعم. أول شيء بيكون طيب ولا بدغري بياخد فلوس أول لقاء؟
بيكون كتير، لا كلهم بدهم مصاري، بس بيكونوا بهونوا لك اياها بالاول بطريقه انه مش كتير بياخذوا. بس قد ايه بياخذوا اول شيء؟ هلا انا بخبرك خبريه من 20 سنه تقريبا، يعني شيء $100 كانت بهيداك الوقت اول شيء. ايه 100 200 بتوصل لوين؟ بتوصل لل 5000 بهيداك الوقت، غير اللي الشيخ اللي سولدو اكبر لعبة معي. سولدو اكبر من وين هيدا الشيخ كان؟ من النجف من العراق. $30,000 غير التيكت غير اخذ منك $30,000؟ نعم. وانت جبتيه على لبنان لانه نعم. خايفه تروحي على خايفه اروح وبدي اخلص عائلتي. شو تسالي؟ هن قالوا انا من بعد ما برمت لبنان. ركزي معي، شو بتسالي للشيخ؟ بتسال انه انا همي رجع عائلتي. ايه قلتي له انا عائلتي بدي رجعها. ايه انا عائلتي مفككه، بقول لك بفرش لك الارض طحيني، بطلعك على السما، بنزل لك النجوم، بمسكك اياهم بايديك، غير اللي انه بيوصلك له بقول لك انه كان في عائله مفككه، بيجي بيحكوك نفس قصتك، كان في عائله مفككه وردهم والحمد لله وهيك. والمبلغ كيف ياخذوا؟ كاش دغري؟ ايه في منهم اكيد ما بيقبلوا، في منهم في منهم اذا ما دفعت او منك قادر بيهددوك. انا كثير تعرضت. شي مره هددوكي او ابتزوكي؟ كثير، لا كثير. حدا تحرش فيكي من الشيوخ؟ كل شيخ رحت لعنده طلب ينام معي يتحركش فيي، ما في شيخ الا ما طلب هيدا الطلب ويهددني. شو يقول لك؟ كيف يطلب هذا الطلب الرذيل؟ شو يقول لك؟ بيطلبها بكل وقحنة. شو بيقول لي؟ انا انت بتعجبيني بدي اظهر معك، انا مستحيل يعني انا جايه غير موضوع، يعني بيقول لي ولا حتى بتصير امورك كلها تتعاكس وترجع لورا. يعتبر نوع من العلاج او حل للمشكله؟ في اول شيخ مبلا قال لي لا تخلى، مبلا اول شيخ هيدا يلي هربت منه ويلي رصد لي محلي قال لي هيدا نوع من العلاج، فانا صرت اسال انه يجمع ال ال قال الجن وما بعرف شو هيك بصير يخبروك. يعني هودي دجالين؟ نعم دجالين. يسوع وين كان بحياتك؟ هون انا خلص هون يسوع. كنت تقولي له يا يسوع؟ كنت يا عذراء؟ كنت عيط له، بس ما كان عندي هيدا هالايمان القوي، ما كان عندي هالعلاقه العميقه جدا بالانجيل، واعرف انه عن جد الرب حكي عن العرافين. ولك يا نانا عندك رايحه باجريك لهونيك، ما خليتي انت لغم الا ما دعست عليه. صح خلص، لانه انا كنت بنار وعائلتي تفرطت تفكفكت، وبدي رجع اولادي، بدي رجع عائلتي. محبطتي وسبتي باحباط؟ ايه اكيد. حاولتي تنهي حياتك؟ مرتين، اكثر من مرتين حاولتي الانتهاء؟ نعم. وين بدك تكبي حالك؟ على الروشه كنت؟ ايه صحيح صحيح، على الروشه. وفي مره اخذت ادويه كثير مثل عملوا لي غسيل معده، ما الرب ما كان بده اياني. من اي سنه لاي سنه انت تزوري البصارين والعرافين الدجالين؟ من سنة 2000 لل 2009. ابنك كيف رجع لحضنك؟ صراحة هي صار أنا عندي كنت صارت قصة بحياتي، مثل هو الرب حط حدا بطريقة. كنت عم بحضر تي في وبروجرام لإلك بال 2018 أنا هيك كمان أنا هيك. نعم. في شخص بيكون معك اسمه توني فرنجية. فقلت ما كنت هوني ما عم بتطلع اذا هو ايمان، كنت عم بقول انه هيدا السر ليفك لي اللعنه اللي بحياتي اكيد موجود عند هيدا الانسان. ضليت 7 اشهر ما بقدر خبرك نيشان، انا ب 24 ساعه تغيرت حياتي. انا الرب بذاته نزل لمسني، لانه كنت انا عم صرخ له من كل قلبي، كنت عم بطلبه بكل جديه، بحقيقه عم بطلبه بحياتي، وكنت عم بصرخ له دائما يا رب وينك. رجعتي اختبرتي المسيح؟ اختبرت، والرب مسحني كرياح وكنار اجاني، وشفت انا يسوع قدامي يعني. وكيف كيف اجاك؟ ما عم بقول لك، لانه مطرح ما بيكون روح الرب بفك كل كيود. اليوم بتآمني انه
لا عليك سحر ولا عليك ايه باسم يسوع المسيح اكيد، لانه الرب عطيني سلطان بدوس فيه الحياه والعقارب، عطينا اياه لكلنا، لكل انسان، لكل شخص. وباسم يسوع اكيد بنتهر كل روح شريره. شو بتشكري يسوع اليوم بكلمه بسيطه؟ انا بشكره للرب يسوع انه حط انسان بحياتي يلي هو انا كان بحياتي، هو كان يوحنا المعمدان، دلني على يسوع يلي هو خبرتك من عبر برنامجك توني فرنجية، دلني على الرب يسوع، ما في غيره، ما في وسيط بين السماء والأرض إلا يسوع المسيح يلي هو بيخلصنا، يلي هو بيعطينا القوة. حتى بالإنجيل نحن مكتوب عنا ما في وسيط بين السماء والأرض، بين الآب والإنسان إلا يسوع المسيح. ولادك وين اليوم؟ تطلبوا بإيمان بتاخده. ولادك وين اليوم؟ معي. بنتك معك؟ بنتي معي، وابني مش بس حامل مسؤوليتي ومسؤولية أخته، وهو رجال البيت صار. الله يباركك حبيبي ويباركنا. مرسي. شكرا لك نانا خضراء. وأنا بتشكرك كثير على برنامجك، لأنه من وراء برنامجك أنا قدرت أوصل للإنسان اللي يدلني على يسوع. الحمد لله. مرسي حبيبي. شكرا شكرا.